اوكي سو دابا حنا وصلنا للبحر. اكمل واش هو لقيتي لينا شي بلاصه ولا لا؟ واش لقيتي لينا شي بلاصه ولا لا؟ طيب داكور دونك مرحبا بكم في البلوغ الاول ديالي في لاشين. هذا هو اول بلوغ. اكمل شي تحيه للدراري. اول بلوغ في لاشين جديده ديالك ياك لاشين ديال مهدي ابو عيطه. ابو عيطه اوفيسيال 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 وي الله يرضى عليك الاوفيسيال. دونك اليوم غادي يحضر معنا الاستاذ الكريم شرف. الله يحفظك لي خويا. الله يحفظك لي خويا مهدي. شرفنا. تحياتي لاخ محسن. محسن شرفين قاطن بمدينه ايت ملول. ايت ملول صديق مقرب للسي مهدي. بارك الله فيك. اليوم ان شاء الله شرف لينا. نفطروا ندير واحد الفطار اللي هو جماعي. وي والصراحه هذا راه كنا كنخدموا ليه شي كان شهور. اه طبيعه الحال كنت كنقولها لكمال يلاه قال لي راه غادي نديروا فطور. ولكن دابا سامر الحمد لله دابا غادي نفطروا ان شاء الله. لا الحمد لله ان شاء الله اللي غادي يكون جو روحاني روحاني. شوف انا سي كمال جاب لينا اليوم القران العواني. اه ضوء الشموع المسائي داكشي غادي يكون. بارك الله فيك شرفتينا. اكسترا اكسترا الله يعطيك الخير شرفتينا. دوز الوحش ديالنا. ندوز الباندا حمزه. مرحبا خويا مهدي شرفتينا. شوفنا بعدا على راسك. الله يكبر فيك. الله يحفظك شرفنا على راسك. علاش اخويا شرفنا؟ السميه فين ساكن؟ شنو الدور ديالك في الحياه؟ والله الحياه اخويا ما عندنا شي دور في الحياه. عايشين حتى يموتوا. سي كمال سي كمال. يا صناعات خويا شرفنا براسك. الله يجزيك بخير. سي كمال بعدا. سي كمال ما ساليش. سي كمال ما مساليش. انا سميتي داكشي اللي قلتي دابا انت. ياك عليكم السلام. شفت الشيفور ديالنا؟ الله يعطيك الخير اخويا. شرفنا براسك. معاك حفيظ. سي حفيظ. هي القاتيم في مدينة بلدية. المهم بلدية هي ماشي حتى مدينة. دونك متشرفين. بارك الله فيك. الله يعطيك الخير. دونك هذا هو الله يهديك. خلينا نصوروا الفيديو. الله يجزيك بخير. خلينا نصوروا الفيديو على خاطرنا. مرحبا الله يهدي على ضر. بارك الله فيك. دونك هذا هو الفطور ديالنا اليوم. ليمون. صوت الوالدين عاطيني ورقه ديال الليمون قال لي كل كل كليتها. سيدنا موسى. ليمون. اللي قابل الشيطان مع راسها زعما. اي 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 على اين؟ ف الحوار راه كاين الحوت جبتو معايا. هو اللي كان في ديك الخبزه. جبت من هنا كيف الخبزه؟ اه هو راه تما راه. الخبزه اللي راهي راهي. هي هادي راه مازال كاين. الحوت سخونه. سخونه؟ سخونه. دابا هو غديت كلشي باش نكمل المغدا صافي منين نجمعو غنجمعو. نعم. سي كمال كيدير سيلفي. كنت سيلفا عليا. كيتسيلفا. بارك الله عليك. زعما والله الا انا ما كاينش. كلشي كلشي كاين. قال لي شي كاين. ها كمل. ما بغيناش. تفا. سمعوني ما كتحكمش ليه. تسمع الغليظ عليه راه واد. انا هو الصباع سبيسيال ديال سي كمال الا شفته. هذا واش كندير لايك؟ لا هذا هذا واش كيدير لايك وزادو وضغط. هذا واش كيدير بزاف الكلافي هذا كدير تبارطاجي به. كي بارطاجي به لا واد كتبغى ندير لايك تبارطاجي صافي. خونا جر مع موطور ديال الضو. كمال دابا خونا اش محتاج دابا؟ اش باغي الموطور ديال الضو خونا دابا؟ واش العافية؟ واش العافية؟ باغي يشعل دازي ياك؟ الله يسرعك. الله يسرعك. دونك هذا واحد ليكزومبل ديال واحد الطبلة زوينة. السلام عليكم. ما كنضربوش شي تصوير للطبلة. السلام عليكم. بخير. الله يحفظك بارك الله فيك. اولا الديكور ديال الطبلة جات زوين. شكرا. فا ردوا معايا البال. هادو دار بحال الفانوسات ياك؟ لا دونك درتو فيهم من الرمله لداخل والشمع برا وكيبانوا بحال اللون ديالهم جا من شي بلاصه بحال داك ديال الهالوين. عرفتيهم بحال ديال الهالوين. فالديكور ديالهم زوين الصراحه. ردوا معايا. برافو. ديكور زوين والله الا ديكور زوين. دابا خونا راه حضر معنا جاب الموتور ديال الضو باش يشعل به هذا البالو هذا. قربوا الضرب يصدع. قربوا شكون صدع راه
دابا زدت علاقه مناسبه على هذا الزوج حمزه تحسب الحجر هذا والله عاد ابو اكثر من منظر تاعو والله انا مطلوب ديال اليوم صداع كل ليس زرخيز الف فرنك جار الموتور ديال الطوب باش يدير هذا البلان هذا دابا شبع يتقم عليه رخص والله العظيم دابا ثاني واحد تحت هذا شمعه مازال بصحتكم الاخوان لا تقبل الله يبارك فيك شكرا كنشكر السي كمال على الفطور الجميل هذا جايبه من جيبي بارك الله فيك زعما طلع فينا السي كمال اليوم كنوقف عليه هو في الكوزينه مع الناس ليه جيبانيه كمال ياك ما جربتي في الجنه كمال جدات الصناره جدات الصناره الجبنه صغبه شهبه ويلي واش بيضه ولا شهبه شهبه كمال دابا هاك ولا صاحبي ودي هاك والله يهديك فوكسي عليها دابا قول انا سي كمال بصحة والراحة الله يعطيني الصحة اخويا الله يكثر خيرك الله يحفظني زعما والله الا جبنا بصحة والراحة الله يعطيك الصحة والجهد دابا صراحة سي حمزة الله يعطيك الصحة سيدي بصحتكم الصحة سيدي يا فطور زوين مرحبا بكم طيب بارك فيك سي كمال كيعطينا الإضاءة هذا الاستاذ الكريم انا غادي نحقر يا بنت سي حجيب اخوان بان لكم حجيب اجي تشوفوا حجيب اجي شوفوا حجيب ها هو قربنا نضيمو زاد بقى وليدي تما لا ما نبقاش ما نبقاش ضربتينا بالعين الله ينعل بين طازيل لا لا داك الواحد ديك من الاول هرب منه الله يلا ضربتينا بالعين والله بقينا هنا انا ديجا ضيم ديجا ضيمت جوج وبقاو ليا جوج جاو هما كيتسناو النوبه شادين شادين الصف اش درت ريجيك درت ريجيك لا راه السيد هنا صاحبي اه درت ريجيك تا صاحبي قطعت عليه قطعت عليه خويا حر هاني بصحتك اسيدي بصحتك الله مازال مازال على اين انا ضيمت بارك عليا خويا انا ضيمت ديالي بزاف ديالاش اوكي سالينا 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 الفطور ياك صافي سالينا الفطور سالينا الفطور دازنا نهار مبرع زين ضاحكين ناشطين هو دازنا نهار موت زوين ضحكنا ناشطين بخير وما كان اناش نعاودو ما زرنا ان شاء الله ضروري واه ضروري ما زر رمضان انا خلنا ان شاء الله نعاودو شي طياره الحلاله ان شاء الله بيجيبو الرفيسه اجيبو الرفيسه مره اخرى الرفيسه نجيبو صافي مزيان مزيان لقطت اليوم سيدي لقطت اليوم هو خونا ملي راك عارف المطور تاع الضو المطور تاع الضو دابا دابا خونا جاب المطور ديال الضو علاش دابا يا بيبي يقول لي دخل عليك والله وربما والله بغيت باش ندير الدعايه اها هو باش بان قالنا انا كاين هنا اييه هذيك الاضاءه اللي داروا قد الستيل كامل نقص الاهتمام ومن بعد كنت فاجئ بان دار واحد امشي ثاني مقصير شي واحد ربما ما داك الشيء من الشكل كيف ما تنقولوا الشكل في الاكريل في الوقت هكاك داك الشيء ما فهمش الناس علاش جايب داك الشيء لحد الان مازال ما لقيناش لا الحل ودابا انت براسك ودابا هذا هو السؤال ديال اليوم الا شي واحد عندي شي جواب على هذا السؤال هذا يصفت السي محسن الله يجزيكم بخير الباط ايميل اضح لنا سوق تفاهم اضح لنا سوق تفاهم سوق تفاهم المرض انا ماشي سوق تفاهم انا شفت بزاف على نشكر بعدا الاستاذ حمزه الله يكرمك انه هو اللي كانت عنده البديره الله يكبر فيك فبديره جميله من عند سي حمزه الله يعطيك الخير وكذلك سي
سي حفيظ ديالنا سي درايفر اور بيرسونال درايفر وهذا ام دي درايفر يا سو وود لايك تو ثانك يو سو ماتش فور ذيس فور ذيس انيشيشن ثانك يو ويلكم والله بارك الله فيك صافي مشاو لي الكلمات اصلا مشاو ما بقى ما تقدش تعبر مازال لانه شي حاجه شفت انا هذا المنظر خلاه واحد ما يمكنش تعجبني هو سو هذا ما كان الدراري شكرا لكم بزاف على المشاهده ونقول لكم باي باي كاين زوين الله عليكم الله